وفي مدينة العلمين التقت كاميرات بعدد من أبناء المدينة للتعرف على سير العملية الانتخابية، والذين أشادوا بالانتخابات مؤكدين نزولهم جميعا في هذا العرس الديمقراطي للمشاركة بحرية مطلقة ودون توجيه. احنا كلنا بحرية مطلقة بدون توجيهات، احنا جينا ادلينا باصواتنا بداخلنا اللي بنحب هدينا بدون اكراه وبدون توجيهات وبدون اي حاجة. احنا عندنا حرية مطلقة، وفعلا بنحب انسان، ما فيش داعي زي ما انت قلت لاذكار مثلا زيد او عبيد. احنا بالنسبة لنا جينا باهالي العلمين، مركز العلمين او مدينة العلمين، كلنا جايين وبنأدي واجبنا لاننا وطننا وبنخاف على وطننا، ورؤيتنا احنا بداخلنا نحتفظ بها لنفسنا جوه الصندوق او جوه الاقتراع، ان احنا هندي لمين ومين يستاهل ومين اللي هيوصلنا لبر الامان. طيب عمده، تسمح لي يعني نتجول وسط كل احبابنا من العرب الموجودين من اهالي هذه المدينه ونسال سؤال مهم، كان مهم تكونوا موجودين في الانتخابات؟ السلام عليكم. حق رشيد سلطان. رشيد، كان مهم تكون موجود في الانتخابات؟ حق رشيد سلطان من اهل العلمين من اب لجد من مئات السنين، فهمت سيادتك؟ فاحنا لا 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 احنا النهارده عرس الختام النهارده ان شاء الله، وعرس في النجاح. طبعا احنا بنصوت للرجاله، في اثنين مرشحين ورا في ستاره، نرشح نصوت ورا الستاره وضميرنا بيدلنا على مين الصح.